أصدقائي، شغلة شي ما بشبهه شي، شي ما بشبهه شي، شي أبها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ معكم يزن، معكم سارة، معكم يامن، ومعكم بابا العربي، ومعكم أبيز العربي، معكم البابا. أصدقائي الغوالي، الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم ويسعد كل أيامكم. طبعا اصدقائي، اليوم الفيديو مثل ما شفتوا بالعنوان ومثل ما شفتوا هلا قدامنا هدول المعدات، اليوم الفيديو هو بدنا نصنع شوكولاته دبي. نحن هذا الفيديو عملناه على قناتي انا، اللي ما شافه راح احط لكم الرابط بصندوق الوصف واول تعليق كمان شوفوه على قناتي انا. واليوم الاولاد حبوا كمان نرجع نجرب التجربه مره ثانيه. المره اللي جربناها يعني اخطانا كم غلط، بس هالمره ان شاء الله ما نخطا ان شاء الله. المره الماضيه كنا جبنا الشوكولاته، جبنا نوع البودره، فهالمرة جبناها شوكولاتة نظامية إن شاء الله. فهالمرة إن شاء الله تطلع أطيب مرة الماضية. حتى ما حطينا يعني نوع أبيض. أيوة، المرة الماضية ما حطينا أبيض، اللي حطينا نجيب أبيض. صح. أصدقائي، المرة الماضية ما حكيت كانت طيبة، بس اليوم إن شاء الله تطلع أطيب معنا. وأنا بنصحكم تسووها في البيت كمان. هي ما تكلف كثير، بتكلف يعني هذيك الحسبة. 2000 لا لا ما تكلف كثير. 200. أصدقائي، هي الفستق هذا هون أخذته أنا هون حالياً، سعره تقريباً 250 ليرة تركي، شيء 250. وعندنا هي الزبدة، طبعاً الزبدة شوف صغيرة منها. وعندنا هي الشوكولاتة. 40 40 40، يعني تقريبا كلها كلفتنا. عندنا هي الكنافه، يعني تقريبا كلفتنا نقول شي 400 ليره تقريبا. بس نحن نساوي 400 ليره نساوي قالب كبير. كبير، شايفين هذا القالب؟ هذا اذا اشتريناه شراء جاهز من السوق حقه فوق 1000 ليره اكيد، يعني حق القطعه الصغيره عم بيعوا 300 ليره. فنحن اليوم راح نسوي كله قيمه 400 ليره. 400 وشغل ايدنا انضف يعني، تعرفوا انتم. يلا اصدقائي، هلا رح نبلش، بس قبل ما نبلش بالفيديو خلي حطوا لنا شو؟ لايك واشتراك. نعم، اذا بتحبوا لنا حطوا لنا لايك وتعليق، اكتبوا لنا صحة وهنا ليزن وسارة ويامن ولو ابيزن. طيب هلا رح نبلش. اول شيء شو بدنا نعمل يا يزن يا سارة؟ بدنا ندوب الشوكولاتة. اول شيء بدنا ندوب الشوكولاتة. يلا هلا رح ندوبها، بعدين اسمه المرحلة الثانية بدنا نفهم هي اسمها الكنافة. هلا هي الكنافة تجي طلعوا تجي طويلة هيك. نحن بدنا نسوي هلا هي بصير تقطيع وبصير بالفرن بالسكين، نفس الشيء يعني كله بصير هلأ هيك بس كمان بصير هو اسرع. المهم تكون يعني شقف صغيره ما يكون كبيره. سنتيز او سنتيز. هلا اول شيء الشوكولاته رح ندوبها. هلا حاليا عم نكسر الشوكولاته، هي عم ندوب الشوكولاته. طلعوا اصدقائي، هي دوبناها حطينا كلها هون، بس طبعا طلعوا اصدقائي هون في جوا مي. تمام، المي تحطوها طنجرة تانية، تحطوها هي هيك، شو بصير؟ لا طلعوا هلا بلش تدوب، شايفين شو عم تدوب؟ بلش تدوب. يعني تحطوا الطنجرة على لحالها على الغاز ما بصير، اجباري بدها بخار مي. هلا بدها شغلة يعني 10 دقائق طلعوا بتدوب. 10 دقائق كلها بتدوب بصير. طبعا هي الشوكولاتة هي اللون سودا كثير، هي عاطي شوية مرار، شوي مرة. نعم، نحن جبنا تشكيلة يعني شوي شوي مرة، والباقي كله يعني حلوة. حلوة. هلا بس تدوب بتشوفوا منظر. طلعوا شو عم تدوب. طلعوا. أوه. هلا بس تدوب كلها بصير منظر. هلا بدها شهر دقيقتين ثلاثة. يلا بنرجع لكم، خليكم. خليكم بس تدوب. وهلا أصدقائي حاليا لأن حطينا الشوكولاتة على التدويب عم دوبها هلا حاليا. هلا رح نفرم الكنافة. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اصدقائي، وهي فرمنا الكنافه. حاجك ما حاج؟ حاج فرجينا. حاج حاج كفي كفي القالب كفي. اصدقائي هلا حاليا راح نحمص الكنافه تمام بالزبده، اوكي. وهلا الشوكولاته انا حاطه كمان على النار عم بتدوب على 100 مهله، راح نحمص هي بكوده بالشوكولاته. ايه هلا ايش بدنا نجيب؟ نجيب غاز. غاز اعطيني غاز. انا اجيبه. والزبده هي على النار. هذا ساره خذي لي انت. طبعا هون ساره بتعرف ساره هي الشغيله تشتغل. يزن ويامي بس باركين. لا لا انت وش بدك تضيحها؟ الضيحه؟ يلا. وانا ايش بدي اسوي؟ انت ايش بتسوي؟ افتح لي هي. خلص هي صار جبت لك الضيحه. كمان صار جبت الضيحه، انت خيبة الاصبح. افتح لي يلا. افتح لي الله انا مشقه. طلعوا اصدقائي طلعوا طلعوا ما شاء الله. عبالكم ريحه الزبده مع الكنافه ريحه ولا اروع. هلا نستنى شوي حتى هيك تتحمص تاخذ لون شوي شي بسيط لون شقار. هي تتحمص شوي هيك. اسمعوا 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 الصوت. يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا ابو يزن.
حمصي 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 اصدقائي. وهي الشوكولاته صارت جاهزه طلعوا، يعني بلشت تدوب كلها ذابت، ضل شيء بسيط بس اللي ذولي يدوبوا على السوا. تمام طلعوا ما شاء الله ريحتها غير شكل. وعندنا هون كمان الكنافه كمان صارت جاهزه، هي حمصناها ولا بردت؟ صارت بارده كمان. هلا عندنا المرحله الاهم هي هي فستق حلبي. يعني هي شوكولاته دبي هي طعمتها كلها على فكره كلها وين؟ بالفستق. بالفستق اكثر شيء لانه يعني هو اغلى شيء. طبعا الشوكولاته هي شوكولاته بس يعني الشيء الطيب الشوكولاته دبي هي الفستق والكنافه. نعم يلا هلا مين يفضي؟ انا 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 مالها انت ولا وين؟ فضي كل هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي بعد ما فضلنا الشوكولاته بس كانه يا زاك اشتغل شوي الكنافه. يلا ها؟ لا لا عادي عادي شوي صار كثير. ها هلا بس حركتها ببين فرق، بس بدها لها تحريك ببين لونها. معنا بس يعني احنا لازم كترنا كنافه، كترنا شوي كنافه عادي عادي. يا عيني يا عيني والله العظيم شيء شيء غير حكي. شو يا مين؟ خو يا مين؟ يا مين يشتغل بابا اعطينا حرك، بابا اعطينا حرك. خو تفضل خلص انت يا تعب خرق. يلا ما تعب حالك. ما تعب حالك. هاي بركه اشتغل يا يامن، اشتغل يا استاذ يامن، اشتغل. يلا يامن صوروا صوروا يامن صوروا. انت ساعدني. لا انت مو اساتذتك اشتغل انت. يلا يامن انت شيف. يامن شيف؟ ايه شيف يامن. انا طباخ. في مثل بيقول اذا طبخنا دعيس شبعنا مرقه، يعني مرقه. واليوم طبخنا دعيس. شوكولاته دبي. يلا يلا خلي حرك كمان يا زلمه. يلا هات بعدين ساره. لا احنا نستنى مشان تدوب هي كمان. يلا هذا هي كمان يعني صارت جاهزه بس لسه عم تدوب شوي شوي. ساره ايش تشتغلين انتي؟ ساره بس تاكل. لا لك لا تساعدينا. تساعدينا؟ ايه اشتغلي. بس انا سخنة بابا سخنة ديري مي سخنة. تمام انا بابا شوي شوي ما عم نسوي شيء كله شغيلة حاجة جاهز جاهزي هاجة بس يعني مشان تشتغلوا معي مشان ما تقولوا ما اشتغلنا اشتغلتوا اشتغلنا تعبنا احسن ما تاكلوا من دون ما تشتغلوا لا اشتغلوا كلوا. واحد اذا اكل على جاهز بحس ما هو ما له قيمة بس واحد بيتعب بشيء وبياكله بحس هيك يعني. هلا اجيب قالب؟ هلا نروح جبنا قالب. يلا طبعا اصدقائي هذا القالب مثلا اللي حطينا هون بالارضيه حطينا شوكولاته لون ابيض مشان تحلاي. ايه هذا الرسمه رسمه كان بدنا نجيب لون اخضر اصفر بس ما لقينا خلص حطينا ابيض. يلا يلا شوف اصدقائي هلا الحشوه صارت جاهزه. يا عيني عليك يا عيني. الحشوه صارت جاهزه اوكي. وهي كمان الشوكولاته صارت جاهزه. هلا حاليا شو نسوي؟ تفرجوا. أول شيء نقول بسم الله. بسم الله بأي شيء نقول بسم الله. نعم مظبوط؟ بسم الله. أصدقائي شوفوا هلا حطينا أول طبقة شايفينها؟ لا هلا هي نحطها بالثلاجة لمدة 5 دقائق بس تمسك. نعم ونرجع نحط الحشوة. يلا تمام سارة على الثلاجة انتظروا بعد 5 دقائق. استنى هي صارت. اوه صارت جاهزة. اوه اخيرا هي اول طبقة شايفين؟ هلا نحط الكنافة اول طبقة. طلعوا الارضية كمان. عيني عيني هلا الكنافة الحشوة حشوة. يلا بسم الله. هلا يا اصدقائي طلعوا ما شاء الله. بقولك اني كترنا شوي. لا لا كل على قد نظامي ما كترنا شيء. ايه نظامي صار بالعكس. اصدقائي هلا هيك صارت كمان الحشوه طلعوا جاهزه. تمام هلا شو ننسى كمان؟ حطها كمان بالثلاجه. كمان بالثلاجه شاط 5 دقائق كمان نرجع لكم بعدين نحط فوق الشوكولاته. روحي اذا حطها انت. يلا هالمره يلا. ايوه هلا انت بنبلوك نتسولف شلونك؟ حلو منيح؟ منيح. طب تعال نلعب لعبه. تعال هاي وزز يلا حطي لك هيك اسود واسود. دورك تاكل يوم سعيد اسود. دوري دوري دورك يلا.
هات لنشوف. هاي اصدقائي بعد ما صارت تقريبا 5 دقائق بالبراد مسكت كمان شوي. يا الله. هلا المرحله الاخيره بدنا نحط الشوكولاته. اخذ محلي بعدين حط كمان كنافه. لها كم مره بقى كنافه وكم مره اصدقائي شغله شي ما بشبهه شي شي ما بشبهه شي شي قبه ها شي فاخر على الاخر شي نار يا شي فاخر على الاخر شي نار ولع المشوار والله يا بابا هالريحة خلتني اجوع خلتك تجوع يعني خلتني عسي اكل تاكل هلا بتاكل بس هيك هلا شغلت بعد نص ساعة ساعة على البراد بصير كمان جاهزة يا عيني يا عيني هي عبيناها كلها هيك تمام هلا شو نسوي تعرفوا؟ هلا اللي نسوي هو شغلة بسيطة هي خالصة هلا شو نسوي؟ نحطها بالبراد لمدة تقريبا ساعة ساعة ونص ساعتين هيك شيء نرجع لكم هلا ننام ننام شغلة ساعة ونرجع يلا روح انت؟ تحسن انت؟ روح حطها يلا روح سلام يلا أصدقائي الغوالي وهي الشوكولاتة صارت جاهزة هلا صار لها بالثلاجة تقريبا ساعة ونص ساعتين صار لها مسكت كلها هيك صارت هيك هلا بدنا نجرب جاهزين؟ يلا جاهزين؟ جاهزين يلا يا رب بسم الله بسم الله أقلب يا خالد يا خالد هوب 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 أوه ليش يسكت طلعوا أصدقائي طلعوا 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 شي ما بيشبهوا شي هلا بسم الله الرحمن الرحيم مع بعضنا قول بسم الله بسم الله هلا اول شيء نشوفها طلعوا اوه عيني عيني شايفين؟ عيني هلا هو نحن كان نجيب غير الوان اذا كان بده الوان اصفر واخضر ما راينا بس يلا حطينا هي الابيض بس ابيض شايفين حشوه؟ بين الابيض اكسرها مشان تبين طيب يلا مع بعضنا بسم الله الرحمن الرحيم يلا هلا بدنا نسوي هيك ترند ودق عليها حرام اصلا ما بنفس دق عليها بسم الله الرحمن الرحيم هوب اوه واه هلا الطعمه دوق انت اول واحد انت السوداء عادي انت بس ندوق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما طيبه لا 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 تبغى جد شوكولاتة طيبة 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 اخ اخ جد 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 هاي تقييمي انا يزن شو 10 يامن 10 من 10 لو كان في اكثر كي اعطيتها اوه اكثر من 10 والله العظيم ناجحه ب 100% طيبة كثير 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 هاي احسن هذيك مره مليون هاي احسن كثير اصدقائي هذاك الفيديو هذاك الفيديو اللي عملناه مره ماضيه على قناتي انا اللي ما شافوا شوفوا تشوفوها قناتي هاي زبط اكتب كتير كتير ايه لانه هذيك حطينا لها بودره جبنا الشوكولاته بودره طيب حطيناها دوبناها بس هاي جبناها شوكولاته يعني ودوبناها وسويناها هاي افضل حلو عن جد طيب ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اصدقائي لهون بكون انتهى الفيديو الله يسعدكم طبعا هي عملنا هذا الفيديو طلب الاولاد يزن وساره ويام حبوا يعملوه انه تكرم معكم نعمل الفيديو إيه وانا بنصحكم يعني سووا اذا فيكم يعني سووا في البيت والله طلعوا ما شاء الله يعني هل هاي قطعه هاي شايفين هاي الحالة والله هاي العظيم هاي؟ مو هاي كمان يعني قد نص هاي هيك حقها بالسوق 300 جرام حقها 300 فنحن عملنا طلب كم قطعة يعني عملنا قالب كثير والله كلفنا 400 ليرة والله فعملوا في البيت هو أنطف وأطيب وأرخص الله يسعدكم خلي حطونا لايك حطونا لايك واشتراك واشتراك وتعليق حلو وتعليق حلو يلا بالإذنكم بدنا نبلش أكل